السلام عليكم. نحمد عبد الكريم السيد، ابني عنده 31 سنة، عمرو فوزي السيد محمد استرجي. هو اليوم ده نزل من العصر لحد الساعة 12 ونص كان في المحل، وفي ناس شهد عليه هناك من عند الدكانة بتاعته، وهو ملوش ولا في أي حاجة، ولا بيتخانق مع حد ولا بيأذي حد وطيب، وكل الناس كلها عارفاه. وبعدين ما حدش بيصرف عليا، اللي هو مفيش الا انا اللي بيصرف عليا، موجود انا عايشه اللي هو، وربنا احسن من الكل. هو الوقت جم خدوه من ساعه من بعد المغرب كده، قالوا تعالى احنا عايزينك، انت اسمك ايه؟ قال لهم انا اسمي عمرو فوزي. قولوا عند المحل. قولوا المحل بتاعه؟ اه. قالوا ممكن اسمك ايه؟ قال له اسمه عمرو. قال له ممكن ورا البطاقه تشابه اسماء. راح طالع معاهم، ركب معاهم العربيه من يوم 10/5 لحد النهارده ما خرجش. قايلين له بقى انت ايه؟ تجمع وحرق كنيسه وضرب نار، وهو ولا معاه اي حاجه ولا خدوه باي حاجه. هو يوم من احداث الكنيسه كان ثاني حته، هو كان في شغله من العصر ل 12 ونص بالليل قافل قدام الكوافير اللي هو قدامه، والراجل شاهد بكده. يعني هو يوم الكنيسه يوم السبت بالليل او يوم احداث الكنيسه كان هو قاعد في شغله ساعتها في الورشه بتاعته من العصر لحد الساعه 12 ونص بالليل لحد ما قفل، يعني تقريبا لغايه احداث ما خلص الموضوع. ايوه اه، والكوافير كان قدامه وراح شاهد بكده، هو واحد اسمه عبد الله، عملنا في شهر عقاري باسمهم ان هم من العصر عمرو موجود معاهم لحد 12 ونص قافلين مع بعض، هو وعمه، مش هو وعمه، والكوافير راح ماشي تمام، وعمه كان معاه في الموجود ده، حتى هو اللي جاب له البطاقه من الجيب، كان ماسك حتى مقشطه في ايده بيشتغل بيها. راح الضابط اللي معاه ده قال له لا، سيب الحاجه دي هنا، احنا واخدينك بس تشابه اسماء وهنرجعك تاني. من لحد دلوقتي ما جاش، وانا مش عارفه ايه يعني ايه اللي هو الظلم اللي احنا فيه ده. وبعدين ابني مظلوم، والله ابني مظلوم، والله ابني مظلوم. طب حاجه، ايه الرساله؟ ها؟ اوجه رساله لايه؟ اوجه رساله لاحسن من كل، ربنا يوقف ولاد الحلال ويفك ديته هو اللي زيه يا رب. اوجه رساله للناس الطيبه والحنينه على الناس عشان الظلم اللي احنا فيه ده. هو اتاخد لوحده ولا في ناس كتير زيه كده؟ ناس كتير اتاخدت، بس فينا يعني مش عارفه، بس ابني في اليوم ده ابني ما خرجش من المحل خالص. طب هو فين دلوقتي؟ خرجت له في اي حته؟ هو الوقت في الترى. الترى؟ في ترى البلد. ترى البلد، حضرتك زرتيه يعني؟ ايوه كنت عنده امبارح. طب هو عامل ايه؟ هو كويس، بيقول لي ادعي لي يما ان ربنا يفكها عليا ويسترها معايا. طب هو امتى المحكمة بتاعته؟ 3/7 بيقولوا. 3/7. والراجل في حاله، بشوفه نازل راح شغله، طالع راح شغله. طبيعي يعني. حضرتك تعرفه؟ اه طبعا اعرفه، معايا ساكن جنبه اهو، قصادي. طب ايه اسمه في المنطقة وايه؟ حضرتك تعرف عنه ايه؟ اعرف عنه ان هو عيل كويس يعني، مؤدب، مش بتاع مشاكل ولا بتاع خناق ولا بتاع أي حاجة، في حال نفسه. من شغله اللي مش سكنه. مش مشاكل بينه وبين المسيحيين في المنطقة؟ لا 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 لا. حضرتك تعرف عنه؟ أعرفه. حضرتك تعرف عنه إيه؟ كل خير. يا راجل شغال وكويس وبتاع، ولا بيعمل مشاكل ولا أي حاجة. حضرتك فوجئت يعني إن هو اتاخد؟ إن هم خدوه. حضرتك مش متوقع إن هو يتاخد خالص في حاجة زي كده؟ لا طبعًا. حضرتك مفيش مشاكل بينه وبين أي حد في المنطقة، المسيحيين أو لا يا عم مفيش أي حاجة. شكرًا. أولاً عمرو راجل واد ابن حلال، الصنايع استرج، وشغال في حاله، ولا بروح هنا ولا بروح هنا. واللي سمعناه انهم راحوا خدوه من المحل بتاعه الساعة 12 بالليل 11 بالليل، والناس جيرانه هناك قالوا لنا ده هم جم خدوه من الدكان، يعني ما راحش في عملية الكنيسة ولا الحاجات ديت. ده اللي سمعناه من الناس جيرانه كلهم هناك يعني بالطريقة ديت. إنما هو راجل صنايع في حاله، ملوش بالموال ده كله خالص يعني. ملوش أي مشاكل مع المسيحيين في المنطقة؟ لا لا لا، ده راجل صنايعي يا عم الحاج، من بيته ومن بيته للشغل ومن بيته للشغل، ملوش دعوة بالحاجات دي خالص. هو يعني الاسمنان يقول لك سألوا عليه في البيت، وراح خدوه من البيت، خدوه من المحل بتاعه، من شغله، من مكان شغله.
يعني ما كانش خدوم الشارع ولا خدوم محل شغل سمعناه يعني عنه كده. واليوم ده انما هو راجل صنايع في حاله ملوش دعوه باي حاجه خالص. حضرتك عارفه يعني؟ ايوه عارفه. هو اللي مربيه. الله امال ايه؟ الله ابننا وعارفينه يا عم الحاج مفيش اي حاجه. ده اللي نعرفه عنه يعني. بس. اعرفه في الحته هنا ولا صنايعي كويس اهو محترم مفيش حاجه خالص فيه. هو ايه اللي حصل حضرتك؟ لا اللي حصل ايه انا شفت الحكومه جت خدت عمره مشي بس. ده حاجه يعني جت امتى؟ جت من بعد الموضوع بتاع حريق الكنيسه بيومين ثلاثه حاجه زي كده. جم خدوه من المحل بتاعه؟ جم المحل بتاعه كنا واقفين الناحيه الثانيه جم خدوه من المحل بتاعه بس ايه ما نعرفش.